السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم، معكم أخوكم أشرف خليل من قناة فريلانسر أكاديمي. اليوم شباب راح نكمل في سلسلة إنشاء مواقع الربح من الإنترنت من ضمن خلال مشروع الألف موقع. طبعا شباب انتوا تعرفوا اللي صار معي، أنا بعتذر منكم. أنا قمت بتسجيل الفيديو وبعد ما خلصت نص الدرس تفاجأت أن الفيديو انمسح بشكل تلقائي بالغلط مني، ورجعت الآن حذفت كل اللي عملته ورجعت أشتغل من جديد، فالله المستعان. على كل حال اليوم راح نشتغل على الموقع، نقوم بتجهيز القالب الخاص أو الثيم في الموقع، إضافة بعض البلاجنز اللي راح تلزمنا للموقع عشان نقدر نشتغل من خلاله. بداية هاي الصفحة شباب زي ما تشايفين، هاي صفحة الموقع الرئيسية، وهذا الثيم الديفولت اللي بيكون مع الورد بريس، وما في أي صفحات غير الصفحة الرئيسية اللي بتيجي السامبل، ما في اي اقسام ولا في اي شيء في الموقع. راح نبدا احنا ان شاء الله رب العالمين خطوه بخطوه مع بعض ان شاء الله. فبدايه شباب راح نتوجه على الداشبورد من هون، من عند اسم الموقع داشبورد، رايت كليك وافتح انا هون صفحه جديده لها. بعد دخولي على صفحه الداشبورد مباشره، انا اول شيء راح اتوجه على بلجنز واروح على اد نيو من هون. بعد ما اروح على ادنيو شباب هنا طبعا راح اختار ايباي بارتنر، ايباي، وانتظر لحين البحث على ايباي بارتنر. هاي هي البلجن اللي بدنا اياها في البدايه، بنعملها انستول وبنعمل اكتف. الدرس طويل شوي شباب، بس بدنا نحاول نكون مركزين مع بعض بطريقة سليمة. بعد هيك شباب بدنا نتجه على شغلة بسيطة بس نقوم بتعديلها من السيتنج من هون، ونروح على بيرمالينك. انا طبعا عدلتها في الاول لكن عشان بعيد الفيديو مرة ثانية. هون بس خلينا نروح على بوست نيم، نعدلها على بوست نيم بدل ما كانت على الكاستم وكنا معدلينها لانه ما عجبنيش شكل الرابط بعد ما خلصنا. فخلينا نرجع على البوست نيم زي ما انتم شايفين، بتعملها على البوست نيم وبتعمل سيف من تحت، كان الله بالسر عليم. بعد هيك شباب بنروح على اختيار الثيمز عشان نختار ثيمز من هون من جديد. طبعا الان شباب احنا في كثير ثيمات موجودة بالورد بريس بشكل مجاني، وهي الثيمز اللي موجودة انت ممكن تختار اي ثيم منها، لانه في النهاية احنا راح نعدل عليه. انا راح اختار ثيم يكون خفيف وسهل وسريع التصفح، راح اختار هذا الثيم. هذا الثيم طبعا اوشن، هو من افضل الثيمات واسرعها على الاطلاق في الورد بريس بصراحة. فراح اعمل اكتف لهذا الثيم، انا قمت بتنزيله لاني قلت لكم انا كنت شرحت اصلا. بعد ما اعمل، طبعا انت ما راح تجده، بتروح على نيو من هون وبتختار اسم اوشن زي ما هو مكتوب، هي زي ما انتم شايفينه من هون اوشن واب، تختاره من هون وبعدين تعمل له انستول واكتف. بعد هيك شباب هو طبعا اوريدي بيجي مع توصيه انه تقوم بتثبيت هذه البلجن اللي هي Elementor. هاي البلجن خاصه بالثيمز عشان تقدر تعدل وتحدث وتطور بالثيم وتعمله بالشكل اللي انت بدك اياه. بنعملها انستول طبعا نفس الشيء، هذا هو البلجن، نعمل له انستول. هيك صار عندنا البلجن موجود. بعد هيك شباب الان احنا لو دخلنا على الموقع من هون وعملنا ريفرش للصفحة، راح نجد انه الصفحة زي ما انتم شايفينها. طبعا هذا اللون انا كنت ضايفه من الاول، الان راح نوصل عنده ونعيد من الاول، راح تشوفوا مرة واحدة معي. طبعا انا مسحت كل شيء لكن ما بعرف اللون، نسيت امسحه يعني، بعتذر منكم. لكن على كل حال احنا راح نمر عليه مرة ثانية ان شاء الله. الان بعد هيك مطلوب مني اقوم بداية بانشاء الصفحات الجديدة اللي بدنا اياها. اول شيء بنروح على اول بيج عشان نحذف هذا البيج. الان بنقوم بحذف هاي الصفحه السامبل بيج الرئيسيه اللي بتكون باي ديفولت. بعد ما نقوم بحذفها بنروح على اد نيو شباب من هون، وبنبدا باضافه الصفحات اذا بتتذكروا اللي كنا طالبينها منكم من الاول، اللي هي الهوم، الاباوت اس، كونتاكت اس، البرايفسي. هاي الصفحات كل وحده بنضيفها على شكل لوحدها، هاي الهوم على سبيل المثال، وبنعمل لها ببلش من هون، نضغط اول مره وثاني مره عشان تقوم بالتخزين.
هيك هذا هو الرابط تبع الصفحة. بعدين نرجع على كمان add new شباب، وبنضيف كامل الصفحات بنفس الطريقة. والآن نختار about us، نعمل publish، نفس الشيء برضو publish، ما بنضيف أي معلومات بس بنضيف العنوان للصفحة، بنعملها publish حاليا. بعدين نرجع بنضيف الصفحات بطريقة ثانية، لأنه راح نستخدم الأداة والبلاجن اللي نزلناها. بتكمل كامل الصفحات لحين ما تخلص كل الصفحات. أنا راح أكمل الصفحات وأرجع لكم شباب. الآن شباب بعد ما قمنا بتجهيز الصفحة زي ما تشايفينها، about us والblock contact us والhome والprivacy والterms، كل هاي الصفحات صارت جاهزة، ولكن ما أضفنا في هاي الصفحات ولا أي معلومات، ما زلنا بس بالعناوين لسه بالتايتل لحالها. الآن بنروح مباشرة على الموقع زي ما تشايفين. من هون شباب نختار هاي customize من هون، نضغط عليها اوكي. الان شباب بعد ما ضغطنا على كاستمايز تفتح لنا الصفحه هاي زي ما انتم شايفين. نختار خيار المنيو من هون شباب، نضغط عليه، وبعدين نختار طبعا كريت نيو منيو. طبعا خلينا نتاكد بس ما تكونش اوكي هذه كلها، لان انا كنت اصلا طايفها من الاول للاسف. فالان انا راح ارجع اشتغل عليها من جديد طبعا، بس انا راح اشتغل معاكم انتم عشان ما يصيرش اي خطأ. طبعا عندي هنا انا في مين انا كنت اصلا مختارها من الاول، لانه قلت لكم التسجيل عندي صار فيه مشكلة. انت راح تختار من هون create new menu، وهنا راح تختار المنيو اللي بدك اياه، وليكن مثلا مين، وبعد هيك بتنزل من هون وبتختار على نيكست. صار عندي المين جاهز. الان تضغط على اد ايتمز من هون، هاي الصفحات اللي انت قمت بانشائها من شوي. كل المطلوب منك شباب بس تضغط على علامة الزائد البلس من هون، هي بتقوم بإضافتها بشكل تلقائي من هون من هون من هون من هون لحين ما تكمل كامل الصفحات بهذا الشكل. الآن بعد ما انت أضفتهم هون، هون مطلوب منك عملية ترتيب المنيو كيف يكون. دائما بطبيعة الحال بتكون هاي الهوم بشكل أساسي، ممكن نحذف احنا الأخيرة، بنخلي الهوم، وبعد الهوم ممكن نخلي about us، بعد ال about us ممكن نخلي blog، بعدين نخلي privacy، وبعدين terms، بعدين contact us، ونخليها على ما هي زي ما انتم شايفين. بنضغط على publish. الان احنا قمنا بتخزينه. هون لما ننزل تحت بس مكتوب لي هون زي ما انتم شايفين منيو لوكيشن، وين انا بدي يظهر هذا المنيو اللي انا الان عملته، لانه لحد الان لسه ما بيظهر هون. هون بدي اياه بالتوب بار يكون فوق، بدي اياه بالمين، بدي اياه بالفوتر تحت، بدي اياه موبايل، اذا بدي اياه بس يظهر على الموبايل لحاله حسب ما انا بدي اياه. انا بدي اختاره طبعا على المين زي ما انتم شايفين عشان يظهر هون بهذا الشكل. وبنتظر شوي، ظهر المنيو زي ما انتم شايفين. الان راح طبعا نرجع ونعدل الالوان كيف سويناها وكيف عملناها عشان تكون انتو معي. بعد هيك بعمل ببلش. الان برجع لفوق، برجع من هون، برجع كمان مرة، وبروح على هيدر شباب، بنزل على هيدر، خيار هيدر من هون شباب، وبعد ما اختار من الهيدر بروح على جنرال من هون. الان هو بيفتح لي صفحة المنيو هاي اللي انتو شايفينها من هون. هذا الخيار اللي هو طبعا بيتحكم بارتفاع المنيو من هون، كل ما انا كبرت زي ما انتم شايفين بيكبر، كل ما انا صغرت بيصغر. انا راح اخليه طبعا بالسبعين تقريبا، وليكن سبعين، ممكن نعدل عليه بعد شوي او لا، والله سبعين كثير، ممكن نرجع بهذا الشكل 65، وانت اختار المناسب. مش شرط انه تختار اللي انا بشوفه مناسب، مش شرط انك انت تشوفه مناسب، هذا عبارة عن ستايل واذواق وتصميم. من هون بتقدر تختار ستايل المنيو اللي بدك اياه، بتقدر تغير
وتعدل برضو زي ما بدك، ما عندك مشكلة. أنا راح أخليه على الديفولت زي ما هو. من هنا طبعا هاي الألوان الرئيسية شباب للمنيو، هذا اللون الأولاني اللي هو هذا اللون اللي أنتم شايفينه أمامكم، وهذا اللون الثاني اللي هو لون البوردر اللي موجود تحت. الآن أنا راح طبعا أغير بالأزرار بالأشكال هاي زي ما أنتم شايفين. من هون أنت مجرد ما ضغطت بيعطيك هون الألوان، اختار اللون اللي أنت بدك إياه، مجرد ما حركت الماوس عليه وعملت كليك بيتغير اللون عندك. وهون نفس الشيء، ما عندك أي مشكلة. أنا بس راح أنسخ هذا الكود اللي هو كود هذا اللون عشان أعمل الأزرار بنفس اللون. وبعد هيك بننزل بنعمل هون ببلش، ونكون هيك خلصنا هذا. بعد هيك شباب بنرجع فوق، بنرجع مرة تانية على المنيو. الآن هون بس ندخل على المنيو مرة تانية. هون بيسألني بدك البوزيشن اللي هو موقع الأزرار هاي اللي انتو شايفينها، بدك اياها تكون على اليمين او على الشمال او بالنص. هاي بالنص، هاي على الشمال، هاي على اليمين زي ما انتو شايفين. انا طبعا بدي اخليها على اليمين، السبب لاني انا بدي اضيف لوجو هون بمكانه. بعد هيك هون طبعا بيعطيني بيسألني بيقول لي ايش بدك اللينك افكت هون، يعني اذا بدك زي ما انتو شايفين هذا اللون اللي بيظهر تحت لما انا احط الماوس يظهر هون لون تحت، بيسألني عنه هون. من هون بقدر اغير هذا اللون. انا طبعا راح اغيره بالكود اللي نسخته، انت طبعا تقدر تغيره من هون، بس انا عشان يكون متوحد معاه ويكون نفس اللون اللي انا بدي اوصل له. بعد هيك تنزل تحت شباب، من هون هاي هذا المين ستايل، تقدر انت تتحكم طبعا من هون بالبكسل وتتحكم في بعد المين والكلمات عن بعض زي ما انتم شايفينهم، تكبرهم بتصغرهم من هون، تجمعهم مع بعض بالطريقه اللي انت بتشوفها مناسبه. بعد هيك طبعا شباب هون اللينك هوفر كلر، هذا اللي هو طبعا مجرد ما انت حطيت الماوس ايش بدك اللون يصير. وهنا طبعا اللون الرئيسي، انا بدي اغير هذا اللون الرئيسي وبدي اعمله على نفس لون الكود، بس مش واضح كثير، مش واضح كثير. اوكي ممكن انا اخلي اغمق شوي نشوفه كيف بطلع. اوكي بهذا الشكل، اوكي حلو. بعدين هنا بيسالني زي ما حكينا عن الهوفر لما احط الماوس، خلي على ما هو. وهنا اخر شيء بيسالني عن الاكتف اللي هو اللي يعني الصفحه اللي انت بتكون موجود فيها، هذه الهوم، هذه الاباوت، يعني مجرد ما ضغطت عليها وتحولت على هاي الصفحه هيك مثلا، شوف كيف الان بتغير لون الاباوت، بتصير هي الازرق وهي رجعت اخضر. هنا بيسالني ايش بدك يكون اللون، هنا ممكن انا اختارها ولتكن اصفر واخليها فاتح شوي. طبعا انا هاي الالوان شباب بختارها بسبب انه انا بشتغل على موقع هو بخص البيبي للاطفال حديثي الولاده، فبدي الالوان تكون متناسقه مع الوان البيبي، يعني مع انه اللون هذا انا الاخضر شوي مزعجني، حاسه مش متناسق، راح اشوفه في الاخر وممكن نرجع له. بعد هيك شباب نضغط على ببلش، بصير هاي المنيو عندي القائمة جاهزة. لو رحنا على الصفحة الرئيسية من هون، معلش مرة ثانية من هون، ونشوفها مع بعض، صار هيك شكل المنيو عندي موجودة. طبعا بتقدر انت تختار في اكثر من ستايل موجودين للمنيو، بتقدر انت تتحكم فيهم. هون الخيار اللي هون اللي هو السيرش ايكون، هذا السيرش تقدر تتحكم انت طبعا بطريقة عرضها، تقدر تعملها ديسيبل، بتروح من هون اذا ما بدكش اياها. الان شوف بتختفي زي ما انتم شايفين راحت، وبتقدر تخليها دروب اللي هي مجرد ما ضغطت عليها بتنزل بوكس صغير تحتيها مباشرة، وبتقدر من خلاله تكتب اللي بدك اياه. وبتقدر تخليها، انا كنت عاملها هيدر ريبليس، اللي مجرد ما ضغطت عليها بتحول الهيدر كله لبوكس. الان راح تشوفه، نضغط هيك تحول هون لبوكس، تقدر تكتب البحث اللي انت بدك اياه، تمام. وبعدين هيك بترجع زي ما كانت. وهون ننزل هاي كلها اللي هي طبعا الكاتيجوري تايتل كلر، البوست لينك كلر، هاي كلها الوان بتخص لما نوصل عند الكاتيجوري وعند البوستات والى اخره، نرجع ونتحكم فيها زي ما احنا بدنا، ما عندك فيها اي مشكلة حاليا.
هون أنا شايف الشكل مناسب وكله مناسب، ما عندك أي مشكلة فيه. هون بتقدر تختار لينك افكتس من هون، اللي هي طبعا هذه اللي انت شايفينها 3 نقاط، من هون بتقدر انت تختارها. هون وليكن اندرلاين مثلا، شوفوا كيف مجرد ما انت حطيت الماوس صارت لاين تحتيها. تختار هون اب، انت طبعا الك الخيار المناسب اللي انت بتشوفه مناسب. هذا جميل، شوف كيف تطلع من تحت لفوق. نشوف هذا، جرب فيهم وشوف على الواقع انو اللي بيطلع معك اجمل. والله في اشياء منهم حلوة بصراحة. باك، اشوف هاي باك لايت، ايوه هذه جميلة شباب، عملت شادو وعملت حلو. انا هاي عجبتني احلى من اللي كانت موجودة. اوكي راح اخلي هاي. انا موضوع الالوان زي ما حكينا في الاخر ممكن نقوم بالتعديل، نعمل ببلش، بعد هيك بنرجع مرة ثانية وبنروح على اللوجو من هون. بعد ما نروح على اللوجو، الان مطلوب مني احمل اللوجو اللي انا بدي اياه. بقوم بتحميل انا اللوجو من هون، بختار اللوجو اللي انا بدي اياه. مش هذا اللوجو اللي بدي اياه، انا مش عارف انا وين حطت اللوجو. خليكم معي اشوف اللوجو وارجع. ما عرفت وين مكان اللوجو. هاي اللوجو، عملت له سيلكت، هذا هو اللوجو شباب، تقدر تتحكم فيه. طبعا هو بيعطيك على طول مقاس اللوجو المطلوب، بناء عليه انت بتقدر تشتغل. هذا اللوجو شباب الان راح ينزل هون، هذا شكل اللوجو زي ما انتم شايفين. طبعا انا اخترت الالوان هون عشان تكون متناسقة مع اللوجو. شايف انا شكله صار اجمل. نعمل ببلش، بروح نشوف كيفه هون على الصفحة الرئيسية كيف صار شكله. هذا شكل اللوجو جميل، شوفوا هون حلو. تمام، نرجع الآن بنكمل مكان ما كنا. بعد هيك شباب، بعد ما نرجع للعكس، الآن بنروح على أول خيار من هون على السايت عشان إعدادات السايت. هون مطلوب مني السايت تايتل والتاج لاين اللي بدي إياه. هون اسم الموقع اللي مطلوب إني أضيفه اللي هو تو نيو بورن. ممكن اعمل انا سبيس بعد التو بهي الطريقة، نيو بورن خليها كلمة واحدة. وننزل على التاج لاين هون، نكتب مثلا our kids are the most important thing. اوكي، بعد هيك طبعا هون بيطلب مني اني اضيف صورة اذا بدي اياها. هاي الصورة عشان تظهر بالبار فوق اللي هو مكان البوكس الرئيسي، لما تفتح الويندوز نفسها بكون عبارة عن ايكون صغيرة اللي بتعرفوها. هذه بتقدر تضيفها من هون، لازم تكون طبعا مقاسها 512x512 بكسل عشان تعطي ريزوليشن عالي لما هو يقوم بعمل ريسايز للصفحة. الان بعد ما انا اضفتهم بعمل ببلش زي ما انتم شايفين. الان زي ما انتم شايفين هون هذه الصفحة الرئيسية، بنرجع لها مرة ثانية. صار عندي هون هاي our kids are the most important thing، هاي هي اللي بدنا اياها وبدنا نشوفها انها راح تظهر هون. بعد هيك شباب نرجع على المنيو برضو الرئيسي، بعدين بنروح على الهوم بيج سيتنج من هون، وبنختار طبعا هون بيسألني your home page display، بدك اياها تكون تعرض لك اخر بوست انت ممكن تطرحه، او بدك اياها تكون عبارة عن صفحة ثابتة. انا هون طبعا راح اختار انها راح تكون صفحة ثابتة. مجرد انا ما اخترت انها تكون صفحة ثابتة، هنا بيعطيني ايش اللي بدك اياها تكون موجودة. بختار من هون انهي الصفحة الرئيسية اللي بدي اياها، اللي هي صفحة الهوم. هذه الصفحة اللي انا بدي اياها بدون اي شيء. نعمل على ببلش، الان صارت عندي الصفحة الرئيسية زي ما انتم شايفين اللي هي الهوم ثابتة، ما فيها اي تعديل. الفكرة والقصد منها شباب انه ما بدي انا يتم تعديل على هاي الصفحة، وهاي الصفحات اصلا كلها الاباوت البلوج، طبعا ما عدا البلوج بتم عليها لانه اضافات واراء والى اخره، بينما باقي الصفحات هاي كلها اصلا اوريدي بدنا اياها تكون ثابتة. نضغط على الصفحة اللي بعديها بهذا الشكل، تفتح معاي برضو الصفحة هاي اللي هي البرايفسي. هون هاي نفس الشيء،
كله بصير زي بعض. الآن بعد هيك شباب بنروح على الصفحة الرئيسية ونتفرج بنشوف كيف صارت عندنا هون بعد التعديل. هذه صفحة الهوم بيج اللي احنا اخترناها. الآن اللي مطلوب منا راح نشيل هذا البوكس اللي موجود هون عشان ما بيلزمنا يكون موجود أصلاً أوريدي هون عشان نقدر نعمل التصميم الستايل. بنروح على إيديت بيج من هون شباب بنعدلها. مجرد ما دخلنا على صفحة الإيديت بيج ننزل افتح 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 يا سمسم، ننزل بالآخر هون على الكونتنت لايوت من هون وبنختار فول ويت اللي هي 100% أو فول ويت لحالها هون فول ويت، وبنعمل على بنزل على التايتل تحت شباب هون اللي انتم شايفينه وبعمل على ديسيبل هون ديسيبل وبعمل ابديت. بعد الانتهاء عمل ديسيبل زي ما انتم شايفين تظهر عندي الصفحة بهذا الشكل. الآن صارت الصفحة عندي فاضية ما فيها أي شيء، وشلنا كل القوائم الجانبية، وزي ما حكينا ما زلت أنا مصر إنه هاي الألوان لسه فيها ترتيب، نرجع لها بالآخر. الآن نبدأ نبني الصفحات اللي إحنا بدنا إياها. طبعا راح نستخدم إحنا البلجن اللي نزلناها، وراح نضغط على Edit with Elementor من هون. تبدأ تفتح معنا الآن ستايل جديد وطريقة جديدة عشان نعرف من خلالها نبني الصفحات اللي بدنا إياها. ننتظر لحين التحميل. الآن زي ما انتم شايفين شباب فتحت عندي هاي التولز اللي موجودة هون. هذه التولز طبعا بتمكنك وبتخليك تقدر تبني صفحة كاملة وأزرار وصور ومعرض ومنتجات وكتابة وخطوط و إلى آخره، أمور كثيرة. كل المطلوب منك إنك بس تسحب وبتجيب هون بالدراج، عملية الدراج تسحبها وتجيب هون، تسحب وتجيب هون، حسب ما أنت بتشوف المناسب. بناء عليه بتبدأ تصمم موقعك. احنا راح نصمم الموقع مع بعض ونشوف كيف راح نقدر نوصل. اول شيء طبعا شباب بنقوم بعمله الان طبعا شباب مباشرة، مجرد ما دخلنا هون زي ما انتم شايفين هذه الاعدادات كلها موجودة زي ما حكينا. كل هاي الاعدادات اللي موجودة هون والتولز اللي موجودة هون كلها هاي بتساعدنا عشان نقدر نبني من خلالها الصفحة. اول شيء شباب من هون بنقدر نضغط على Add New Section، ومن هون نقدر نختار نوع السكشن اللي بدنا اياه. المقصود فيه طبعا شباب القسم اللي بدنا نقوم باضافته. طبعا احنا هون بنشتغل بناء على تجهيز موقع هو راح يكون خاص لعرض منتجات اي باي وامازون افلييت عشان نقدر نشتغل من خلاله. هذه الصفحة الرئيسية اللي احنا قاعدين بنشتغل فيها اللي هي صفحة الهوم بيج، راح نضع فيها بعض الاقسام الرئيسية، وراح نضع فيها اسم الموقع ومعلومات عن طريق نظام عملنا والى اخره. بنضغط على هذه اول وحده اللي هي طبعا اعطتني 1 كلوم اللي هي يعني سكشن يعني قسم واحد كامل. وبعد هيك طبعا مجرد احنا ما ضغطنا على هون على هذا اللايت اللي احنا بدنا نشتغل فيه الكلوم هذا اللي هون، بدنا نروح على الهيدلاين زي ما انتم شايفين الهيدنج هون، بنسحب التكست هاي وبنجيبها وبنفلتها بالنص. بصير في عندي هون اني انا بقدر اعدل على هاي الجملة اللي موجودة هون. هون أنا طبعا بدي أكتب اسم الموقع في البداية، نكتب to new porn. وبعد هيك هون مطلوب مني هون بقدر أتحكم بحجم التاج، بدي إياه H2 H3 H4 هيك، بكبر وبصغر بالطريقة اللي أنا بدي إياها. هون طبعا السايز ديفولت، أو إذا بدي أنا أكبر أنا راح أعمل إكس لارج بهاي الطريقة، ممكن يكون كبير شوي. ونرجع هون على سوح، بعدين ممكن نشوف لارج لحالها اوكي مناسبة. هون طبعا نقدر نختار من هون انه بدنا الخط يجي بالنص، يجي على الطرف الى اخره، نختار انه يجي بالنص زي ما انتم شايفين. هذا هو شكل الخط، مكان الخط والبوزيشن وين بيجي. بعد هيك شباب نضغط على ستايل عشان نقدر نتحكم بلون الخط، ونقدر نتحكم ببعض تفاصيل الخط اللي بدنا اياها. انا طبعا بس بدي انسخ الرقم اللي بدي اياه للون وارجع لكم. بعد هيك شباب بنروح على ستايل زي ما حكينا، هون بنختار لون التكست اللي بدنا اياه من هون، نقدر ندخل من هون شباب. طبعا انت بتقدر تختار من هون الالوان اللي انت بدك اياها، ومجرد انت ما حركت الماوس زي ما انتم شايفين بتغير اللون بالطريقه اللي بدك اياها. انا راح اختار من هون هذا اللون، نشوف كيف راح يطلع اللي هو مطابق لنفس اللون اللي فوق عشان يكون نفس اللون. بعد ما نختار هذا اللون من هون الآن سوري
نرجع نختار إذا بدني هنا طبعا بنختار الشادو، إذا بدنا أي شادو يكون إله نقدر نتحكم فيه من هون زي ما انتم شايفين، بنقوم بتوسيع البقعة تبعت الشادو زي ما انتم شايفينها، تقدر تتحكم فيها بالطريقة اللي بتشوفها مناسبة لحين ما توصل للمرحلة اللي بتشوفها كويسة، تبعدها شمال يمين تتحكم فيها فوق تحت. اوكي، هنا لون الشادو اللي بدنا اياه، خلينا نجرب اللون الثاني، هذا هو اللون، نشوف كيف راح يطلع معاه. اوكي حلو، وانا بس نخفف الشادو شوي، لا 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 لا، باهت باهت اكثر، لا نرجع شوي زي. اوكي هنا نقدر نتحكم فيه شوي، هون نقدر نضبطه يعني لحد ما هيك. اوكي تمام، هون بعد هيك شباب نروح على ادفانس، نقدر نتحكم احنا من هون بالابعاد اللي بتخص هاي هذا الاسم، ولتكن على سبيل المثال زي ما انتم شايفين هيك بينزل هيك بيطلع. طبعا هون احنا نتحكم بالمسافة الموجودة من فوق زي ما انتم شايفينها، بعدها عن الهيدر اللي هاي الميرجن بسموها، هذه بتتحكم بالمسافة اللي من هون، وهنا البندنج بتتحكم بالمسافة اللي موجودة حوالينها يمين وشمال من هون، بتقدر تتحكم فيها بس احنا بدناش نلعب فيها طبعا، بنرجعها زيرو هاي. لا سوري، اوكي هذه نخليها زي ما هي، وانا ممكن اتحكم فيها شوي نظبطها نرفعها نعدلها زي ما بدنا. طبعا راح توضح معانا اكثر الصورة لما نضيف الصور وباقي الاقسام، بعد هيك بنعمل ابديت. الان بنروح مباشرة بعد ما خلصنا الاسم الرئيسي بدنا نحط هيدلاين تحتيه ونكتب جملة، بنختار كمان نيو كلوم من هون، نقدر برضو نفس الشيء نختارها من هون. طبعا الستايل اول شيء هون بنعمل ابديت، بعد هيك نختار من هون بنجيب التكست، وهاي التكست صارت عندي موجودة هون، ونحط هيك جملة رئيسية مناسبة، ونختار يكون برضو بالوسط زي ما انتو شايفين، ومن هون نختار السايز اللي احنا بدنا اياه، سمول ميديوم اللي بدنا اياه، بنشوف المناسب وبنختار، انا شايف هذا الحجم مناسب. وبعد هيك بنروح على ستايل من هون وبنختار نفس الطريقة اللون اللي احنا بدنا اياه، وبنرجع ناخد الكلر من هون، ممكن ناخد اللون الثاني. اوكي مناسب تمام، وهنا بنقدر نتحكم في نوع الخط، اذا بدنا نتحكم بالخط شباب نغير الخط، ممكن هنا نستخدم خط يكون شكله جميل من الهيدلاين، نشوف بعض الامثله. طبعا انا بعرف الموضوع راح يكون طويل شوي، بخاف اني اختصر واكون سريع فيه وتكون في معلومات كثير مش واضحه، فبحاول قد ما اقدر اني تكون المعلومات واضحه، نشتغلها مع بعض. من هنا بتقدر تتحكم بالسايز، تكبر او تصغر، تخليها بطريقه هيك our kids are the most important thing in our life، خلينا ننزل فيها شوي صغيره كمان. اوكي بدل 132 ممكن هنا ننزل من هون. اوكي جميله، اوكي وبعد هيك طبعا من هون احنا بنقدر نختار العرض، بنقدر نختار من هون بعض طبعا الستايل والاعدادات، من هون نقدر احنا نختار اللي بدنا اياه، ولكن انا بخليهم زي ما هم. هون بنقدر احنا نختار اللاين نفسه كيف يكون، سميك او رفيع نفس اللاين، هون نطلع وبننزل بصير هيك يعطيني عرض بزيادة من هون، في سماكة اكتر، كل ما بعدناه بصير هو زي ما انتم شايفين يبعد، كل ما صغرنا كل ما صار اقرب. انا بدي اشوفه بهذا الشكل، انا شايفه مناسب. هون بنقدر نتحكم في بعد الاحرف
والجمل عن بعض، كل كلمة تاخذ مسافة لحالها، وهيك بنقدر نجمعهم على بعض. احنا بنخليها تكون بس انه يتم قراءتها، وبعد هيك بنعمل برضه من هون ابديت. واذا بدنا نعمل شادو بنقدر نعكس الان الشادو اللي بدنا اياه، بنقدر نروح من هون ناخذ هذا الكود. طبعا هدول الكودين انا بستعملهم عشان احاول اوحد اللون، ما يصير عندي 100 لون في الموقع، يكون عندي لونين انا شغال فيهم. هذا هو الشادو صار عكس اللي فوق، وبعد هيك بنعمل ابديت. هيك احنا سيبنا لحد الان. نقدر نروح على الصفحة الرئيسية من هون ونشوف كيف صارت لحد الان. نقدر نعمل ريفريش. هذه الصفحة صارت شباب زي ما انتم شايفينها، تو نيو بورن، وهنا اور كيدز ار ذا موست امبورتنت ثينج ان اور لايف. طبعا احنا راح مكملين مع بعض شباب، وراح نخليه يعني باذن الله موقع يكون جميل وتصميم حلو. انا متعمد اني اكون بطيء في الشغل، وبنفس الوقت ما اترك كبيرة او صغيرة، احاول اكمل معاكم للاخر، لاني انا عارف انه 90% من الشباب الموجودين معنا ما عندهم لا خبرة بالتصميم ولا باي شيء. ولو انا اختصرت شباب عشان ما ازعجكم، بعرف انه راح انتم تزعجوني بعد هيك بالاسئلة والبوستات انه مش عارفين نعمل ونتصرف. الان هيك بتوقع انه الموضوع بكون اسهل علينا كلنا. راح اخذ فاصل قصير، ادخن سيجاره وارجع لكم. الان صار عندي هون شباب جاهز، الان مطلوب مني اني انا بدي اقوم بوضع الصوره عشان تبين امام الناس. ممكن اقدر اعملها انا كباك جراوند هون الصوره، وممكن انزل الصوره بسكشن لحالها تحت. خلينا نجرب ونشوف كيف ممكن تكون. نضغط هون على هاي بالنص زي ما انتم شايفين اللي هي اديت سكشن، وبعدين بنروح على ستايل من هون، وهون بنختار من الباك جراوند، ننزل على الباك جراوند تايب، وبنختار الكلاسيك من هون، بتظهر لي هون الصوره زي ما انتم شايفين. نضغط على الصوره، بيطلب مني اذا بدي احمل صوره من هون، بختار انا تحميل الصوره اللي انا بدي اياها، ولتكن هذه الصوره. هذه الصوره نجربها. الآن هو قام بتحميل الصورة زي ما انتم شايفينها. راح نشوف كيف شكل الصورة راح يظهر معانا. هذه الصورة. الآن احنا بدنا نقوم بتكبير حجم الموقع السكشن نفسه عشان نقدر نشوف الصورة بشكل أوضح. قبل ما نقوم بتكبير الصورة عشان نقدر نتحكم فيها، نعمل هون طبعا بننزل شوي الخط. بعد هيك طبعا مجرد ما علمنا من هون تظهر عندي هون هاي الصورة زي ما انتم شايفين. هون بيسألني عن البوزيشن اللي بدي اياها، مكان الصورة اللي بدي اياها، بدي اياها بس نص الى اخره. وهون عايز هون بنختار اذا بدي اياها مثلا ديفولت اوتو كفر، انا طبعا راح اختارها كفر زي ما انتم شايفين. بعد هيك بحرك الماوس من هون، بس مجرد ما ضغطت على انتر، الان كل ما انا نزلت كل ما صار عندي الصورة تظهر أكثر. أنا راح أنزل بس حسب الحاجة، بعدين نعمل ريسايز للصورة ونظبطها على الحجم اللي إحنا بدنا إياه. راح أرجع أنا هون شوي عشان نقدر ننقل الكتابة اللي تحت برضو نجيبها بهذا المكان. طبعا إحنا هون من إعدادات الصورة كل بس المطلوب مننا نختار زي ما حكينا هون السايز كفر، وبنقدر بس من البوزيشن هون إنه إحنا نتحكم فيها، بنقدر نخليها سنتر سنتر مثلا اللي تيجي بالوسط. هي بتكون طبعا باي ديفولت بهذا الشكل، نقدر إحنا نتحكم فيها نخليها على السنتر عشان نقدر ناخذ حجم اكبر. والان راح تشوف كيف راح يصير في الصوره. بعد ما نحط الماوس هون نضغط على انتر انتر انتر، الان بتنزل الصوره زي ما انتم شايفين لحين ان تظهر الصوره بالشكل اللي احنا بنشوفه مناسب. طبعا من هون نقدر احنا نخفف السبيس اللي احنا عملناهم، بنقدر نرجع نضيفهم ونزيدهم زي ما احنا بدنا لحين ما توصل. وبنشوف طبعا احنا شكل الصورة كيف راح يظهر معانا من هون، نحاول قد ما نقدر نوصل لمستوى ظاهر بالصورة بطريقة كويسة. لا ما بدنا هاي، خلينا على فيكس. اوكي لا خلينا على الديفولت. وهنا نرجع نختار توب سنتر، تظهر بهذا الشكل. هذا شكل جميل الصورة.
مش شرط تظهر تحت، لكن أنا شايفها بهذا الشكل أجمل. بعد هيك بنروح على أبديت وبنشوف كيف صار شكلها هون لغاية الآن. هذه شكل الصورة. الآن احنا بنتحكم بالكتابة، نشيلها شوي عن الوجه عشان تظهر بطريقة أفضل من هيك. نرجع مرة ثانية هون. أوكي، بعد هيك الآن بنيجي نختار هذا الخط اللي من هون، بنروح على ستايل وعلى ادفانس من هون، والآن بنبدأ نختار بالمارجن من هون. نقدر زي ما انتم شايفين ننزل الخط بهذا الشكل، وبنقدر نتحكم بالشكل بالكلام شمال يمين من هون. وانا انا شايفها هاي مناسبة، ممكن ناخذها على الشمال كمان شوي عشان تبعد مع الصورة. بعد هيك بننزل للي بعدها، وبرضه بنختار نفس الشيء على ادفانس، بنيجي على من هون نبعدها. اوكي، نختارها من هون. اوكي، من هون، اسف. شمال يمين، بناخذها احنا على الشمال قدر الاستطاعة شوي عشان تبعد عن الوجه. نبعد 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 فيها عشان تكون بعيدة عن وجه الطفل. الآن طلعت الكتابة زي ما انتم شايفين هون. اوكي، بنروح على الأولى نفس الطريقة، وبنحاول برضو نبعد الكتابة، نوسطها مع لتحت قدر الاستطاعة بحيث انها تطلع شكلها جميل وما تأثر على الصورة. والآن بننزل فيها لتحت، آسف، لتحت، ننزل فيها لتحت شوي. اوكي، خلينا نشوف هيك كيف بتصير على الموقع نفسه، كيف راح يبين شكلها هون. صارت بهذا الشكل شباب، هيك افضل من ما كانت. ونرجع بنكمل، مع اني انا الصورة الباك جراوند نفسها مش كثير عاجبتني، بس راح احاول اني تكون حلوة. الان بعد هيك شباب، طبعا انا اللي عملته اني بس قمت بتكبيرها عبين ما خليتها، لغاية ما خليتها على حجم الصفحة. وطبعا الامر سهل عشان انتم برضو تكونوا عارفين، من هون edit section، مجرد ما رحت عليها بس بتفعل على اللاي اوت، بتفعل يس، وبعدين تعطيها هنا فول ويت عشان تكون مبينة عندك انها على عرض الصفحة. وهنا بالنسبة للهاي بتقدر انت تعملها بالحجم اللي بدك اياه، فيت تو سكرين، تقدر تعطيها بهذا الشكل بتصير هي على حجم الشاشة كاملة زي ما انت شايف هيك. وبتقدر انت تتحكم بهذا الاسلوب بالطريقه اللي بدك اياها انت، شوف التنسيق اللي بدك اياه. وانا متاكد انه في منكم اشطر وارتب واحلى شغلهم مني، هيك بتكبر وهيك بتصغر حجم الصوره. احنا راح نكبرها شوي صغيره، ايوه بهذا الشكل. وبعد هيك راح نرجع بس على السكشن هذا اللي هون عشان نقدر نعدل عليه مره ثانيه. بس نقدر نرجع من هون، لا بدنا نرجع بالعكس عشان تظل بهاي الحالة الصورة ثابتة، والكلام بس هو اللي بيتغير موقعه. اوكي، هيك بتوقع راح تكون اجمل. نعمل ابديت وبنرجع بنشوف كيف صار شكل الصفحة. زي ما انتم شايفين هذا شكل الصفحة شباب، الان صار بهذا الشكل لغاية الان. هذا شكل الصفحة الرئيسي، حلو الصفحة. ممكن نرفع الكتابة كمان شوي او نخليها، ونضيف تحتها هون ممكن نضيف بوتون، زر مثلا about us، contact us، شي يكون جميل. بنروح على التولز من هون شباب، نختار اللي بدنا اياه، نختار بوتون، نختار فيديو، نختار صورة، نختار تكست اديتور، نختار اللي بدنا اياه. انا راح اختار بوتون واسحبها واجيبها.
وصارت البوتون عندنا موجودة هون. الآن إحنا بنقدر من الأدفانس برضو نتحكم بموقع البوتون، إنه بدل ما يجي جاي هون نقدر ناخذها مثلا على الشمال شوي، نتحكم فيها من هون، نحط على السكشن هذا طبعا إيديت بوتون، بنقدر نبدأ نتحكم في مكانها زي ما انتم شايفين، نتحكم وين ما بدنا البوتون تيجي. انا بدي اياها تيجي على نص الكلام تقريبا، بعدين نغير لونها نعدلها قدر المستطاع، نحاول نعمل تكون الصفحة جميلة. بعد هيك طبعا بنروح احنا بنتحكم بالستايل من هون. الان في عندي هون نختار الالوان، التكست كلر والباك جراوند كلر. انا راح اختار الباك جراوند وليكن اللون اللي الوردي او البطيخي من هون، اختاره بهذا الشكل، هذا هو شكل البتون. ومن هون يا شباب طبعا نقدر نختار اول شيء هون طبعا البوكس شادو، نقدر نعطيه احنا شادو من هون، نعطيه برضو نفس اللون الاخضر، خلينا من هون نعطيه هذا الشادو زي ما انتم شايفين، هذا الشادو صار هيو ظاهر من هون. تتحكم فيه طبعا زي ما انتم شايفين من هون، تقدر تتحكم فيه اللي يظهر الطريقة اللي بدك اياها. انا بديش اياه يظهر كثير بس خليه هذا الشكل جميل. وهون طبعا اذا بدنا نختار نوع البوردر اللي بدنا اياه، بدنا اياه سوليد، بدنا اياه، تختار انت من هون شكل البوردر اللي انت بدك اياه. وهنا بتحكم انت بحجم البوردر اللي هو طبعا الاطار المقصود فيه. وهنا بتقدر طبعا تختار انت من هون برضو عملية انك تتحكم بالبوردر نفسه، تحكم زي ما انتم شايفين. وهنا صار في عندي انحناء فيه، وهنا باخذ وليكن ثلاث، وهنا ثلاث، هنا ثلاث، آسف، هنا ثلاث، هنا صار في انحناء بسيط على الزوايا عشان ما تكون الزوايا حادة. وهنا مكان كليك هير احنا بنقدر برضو انه نتحكم فيها، وبنروح على اول خيار من هون. هنا طبعا اللينك اللي بدنا نغيره، وهنا الكتابة اللي بدنا نغيرها. هنا بنكتب مثلا about us، مثلا او اور ستور، او اللي بدك اياه ممكن تكتبه. ومن هنا بس بنروح بنجيب احنا الاباوت اس هاي زي ما انتم شايفينها. بعمل انا هون مثلا كوبي لينك ادرس، باجي هون شباب بشيل كل الاسم وبخلي بس اباوت اس لحالها بهذا الشكل. هيك بصير هون مجرد ما ضغطت عليها حولتني على اباوت اس، وبعمل ابديت لها وبروح اشوفها كيف صارت عندي الان بعد هذا التعديل. هذه هي، مجرد ما ضغطت على about us ودتني على صفحة about us. بنرجع لها طبعا لسه فيها شغل، كل الصفحات فيهم شغل بس هذه الصفحة الرئيسية. بدنا نبعد احنا الزر عن الكتابة، ننزل فيه لتحت. طبعا انتم زي ما انتم شايفين هون بتلاحظوا في فروقات ما بين هون وما بين التصميم، فعشان هيك بدك تضلك انت تعرف ويعني وتتابع وتتأكد منها. بنروح على ادفانس من هون شباب، وبنقدر من هون نتحكم زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين من هون بنعمل ابديت ونشوف كيف صارت الان بعدت عنها، بس برضه ما زالت بدها كمان مناسبة، صارت أفضل من الأول. الاسم الموقع وهذا هيدلاين، وهنا عندي about us. تقدر أنت تحط مكان ال about us، تقدر تحط our store، تقدر تحط our product، تقدر تحط our story، اللي بدك إياه أنت بتقدر تضيفه. إحنا بدنا نضيف الأقسام بس، هذا اللي بيهمنا عشان نكون عارفين كيف نشتغل عليها. بعد هيك شباب الآن راح نروح شباب ننزل تحت هون، راح نروح نضع سكشن جديد
ونحط في المعلومات اللي كنا طالبينها على صفحة الهوم، نختار من هون Add New Section. هلأ هنا طبعا احنا بنقدر نختار الشكل اللي بدنا اياه زي ما حكينا في البداية، ممكن نختار احنا Section يكون فيه كتابة وصورة، ممكن نختار العكس الصورة تيجي من هون والكتابة هون، ممكن نختار Section فيه صورتين او مقالتين او اللي بدنا اياه. انا راح اختار انا من هون الان هذا السكشن هو اللي راح اختاره شباب. صار عندي الان زي ما انتم شايفين هنا الصورة ممكن اضيفها، وهنا ممكن اضيف التكست اللي بدي اياها. الان بروح من هون وبسحب التكست اديتور، مش طبعا في بداية ممكن احط انا الهيدنج اللي هي عنوان الهوم بيج ايش راح تكون، لكن طبعا انا راح اكتفي اني انا اصلا حاطها موجودة من هون. بعد هيك راح اختار انا تكست اديتور، اسحبها واضيفها على هذا التكست هون. الان هذا التكست اديتور زي ما انتم شايفين بتنزل عندي مباشرة هون. انا بروح بنسخ محتويات الهوم بيج اللي احنا كنا مجهزينها وبعمل كوبي، ومن هون بختارها بهذا الشكل نزلت هون. الان هون انا بقدر اتحكم فيها زي ما انا بدي، بعملها بولد زي ما انتم شايفين، بقدر اتحكم بالالوان اذا انا بدي اغير اللون، اذا انا بدي اغير الشكل، بدي اغير ستايل الكلمات، بدي اضيف اي روابط. راح نظبطها الان معاها بعد ما نضيف هنا صورة، بنجيب هاي نسحبها وبنحطها هون. صار عندي هون اني انا ممكن اختار صورة جنب الاديتور والكتابة الموجودة هون. نختار الان من هنا الصورة، هاي هي الصورة شباب، نضغط عليها، نضغط على الصورة من هون شباب عشان نقدر نحمل الصورة اللي بدنا اياها. راح اضغط على تحميل صورة من هون واروح على ابلود فايل، ومن هون بختار الصورة الان اللي بدي احملها، هذه الصورة اللي انا بدي اياها، وبعمل انسيرت، تنزل هون الصورة. طبعا انا الان بقدر اتحكم بحجم الصورة هون، هذا الحجم اللي موجود بقدر اتحكم فيه، اكبر اصغر الصورة انا زي ما بدي، ما عندي اي مشكلة فيها. بروح على ادفانس من هون شباب، وبقدر برضو اتحكم بالابعاد للصورة عشان تكون شكل الصورة مناسب، ومن هنا بقدر اختار الستايل، مجرد ما ضغطت عليها بقدر زي ما انتم شايفين اكبر الويت العرض، يعني اعطيه من هون اضيف 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 عشان اعطيها بشكل تكون، نشوف هون هاي الطريقة. اوكي ممكن بهذا الشكل نشوفها الان على الواقع، لانه الحجم هون مختلف عن الطبيعي، هون الحجم اللي بيظهر بشكل طبيعي، نشوف احنا من هون كيف تظهر معانا. هذا شكل الصورة لكن مش كثير مرتبة، ممكن نظبطها بطريقة افضل من هيك كمان، البوردر اذا بدنا نعمل لها اي تعديل، وهنا بنختار للبوكس نفسه اذا بدنا نعمل له شادو، انا بفضل يكون له شادو عشان يصير محدد الصورة تظهر كأنها نافرة يعني زي 3D. الآن بتشوف كيف الشكل راح يظهر، راح يكون أفضل، راح تحددها زي ما انتم شايفين، تم تحديد الصورة فبتظهر بشكل أفضل. هذا هو شكل الصورة كيف راح يظهر هون. الآن أنا ممكن أعطي سبيس هنا بين الصورة وبين الصورة الثانية عشان نعمل أي جملة مفيدة هون، نعمل كلام مفيد وكلام متناسق، ونقدر نظبط الخط اللي من هون. راح ارجع من هون على edit، من هون على edit section عشان يفتح لي السكشن اللي انا بدي اشتغل عليه، وبعمل هاي على الاون. وبعد هيك شباب هون بنتحكم احنا اذا بدنا نعطيها مثلا full weight او نخليها بنفس حجمها، ومن هون الان الان شباب راح نقوم باضافة سكشن ثاني تحت هون، راح يحمل بعض المعلومات وبعض الكاتيجوري، وبعدين راح نضيف سكشن بخص ايباي. اول شيء راح نضيف هذا السكشن، الان راح نختار ولتكن فيه 3. اوكي هذه الثلاث الموجودين راح نشتغل من خلالهم، الان راح تشوفوا كيف راح نشتغلهم. بداية راح نتوجه هون زي ما انتم شايفين، راح نضع بكل سكشن شباب
هون صورة وتحتيها كتابة. أول شيء راح نضيف الصورة، أوكي، وهنا راح نضيف كمان صورة تانية في القسم الثاني، وهنا راح نرجع نضيف كمان صورة ثالثة. والآن طبعا نفس السكشن راح نتحكم فيه من أدفانس، من هون شباب راح نعلم على هذه الإشارة، لازم من هون نبدأ ننزل فيه شوي 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 من هون عشان يكون بعيد عن السكشن اللي بعديه. بعد هيك أول شي بعمل أبديت، راح أشوف كيف صار الشكل هون. هذا شكلها من هون، وهذا شكل الصور صار هنا جميل شكلها زي ما شايفين، أخذت الفول ويت زي ما احنا بدنا، لكن هي في بعض الأحيان ما بتظهر هناك بالشكل السليم. طبعا هنا في بندنج هون اللي هو اللي حواليها، لو بدنا نشيله بنشيله، ولكن أنا من رأيي إنه بهذا الشكل أجمل هيك عشان ما يكون شكله مش حلو، يعني هيك يكون أفضل. نرجع من هون الآن وبنقدر نرجع مرة تانية هون، بنقدر كمان نروح نضيف كمان سكشن. الآن صارت عندي زي ما انتم شايفين هاي الصفحة تقريبا جاهزة، ممكن بعض التعديلات هون نرجع نعدلها. هيك الصفحة جاهزة. الآن راح نضيف على الصفحة منتجات إيباي، هاي الصفحة الرئيسية، عشان كل شيء راح يظل فيها ثابت ما عدا منتجات إيباي راح تتغير بشكل دايناميك لحالها. الآن راح نشوف مع بعض كيف راح نضيف المنتج الخاص بإيباي. راح نرجع من هون أول شي نحاول نعدل شوي هون على سبيل المثال هون، أوكي، ننزل هون، أوكي، نعمل أبديت نشوف كيف صارت هون، أوكي أحسن هيك تمام. الآن في هذا القسم اللي تحت طبعا احنا في موضوع هنا ممكن نخلي الخط اسود بس هنا بهاي المنطقة تحديدا، الان راح تفهم علي ليش. نكبر الشاشة من هون، نخلي الخط كله اسود، اوكي، نعمل هيك، نعمل ابديت، نرجع هون عشان يتوافق مع ايباي، يعني قصدي بالشكل ما يصير في نفور انه هذا اسود وهذا احمر وهذا كذا، لكن هون اوكي اوكي اوكي، حتى هذا ممكن نرجع اسود تمام، ممكن حتى نرجع هذا اسود، اوكي، ممكن من هون دار اسود، نعمل ابديت. احنا بنحاول انه نخلي في تناسق ما بينه وما بين المنتجات اللي راح يتم عرضها. اوكي زي ما انتم شايفين هيك، وانا هذه لازم تيجي لهون كمان، هذه هون، هذه ممكن يجي من هون، اوكي يجيها كمان 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 كمان. طبعا كله على المعاينة شباب، بدك تعمل الشي وتحفظه وتشوف كيف على الواقع بيظهر معاك. اوكي انسك شوي تمام، هون جميل طلع عندي. هون نضيف منتجات ايباي، طبعا الفوتر اخر شي راح نشتغل فيه لانه شامل لكل الصفحات،
بس احنا بهمنا الصفحة الرئيسية الآن تكون جاهزة. ممكن نضيف هون إذا بدنا أي شيء. طبعا أنت إلك الصلاحيات المطلقة بالتصميم، تعدل من خلال نفس البلاجن هاي، تقدر تعمل يعني. بالذات أنا بحسد الناس اللي عندها الآن خبرة بالتصميم وذوق بالصور، راح يطلعوا مواقعهم إشي بإذن الله رب العالمين بجنن. الآن بداية راح نحط من هون، أول شيء راح نحط واحد أول، أوكي، ونروح نضيف عليه جملة بتخص إيباي. هون راح نجيب الهيدلاين من هون، هون نضيف you can buy from eBay now and get a special discount. اوكي، وبنقدر نخليها بالنص زي ما انتم شايفين. بنقدر الان نتحكم بالستايل زي ما حكينا من الاول. بنقدر نعطيها كود، وين الكود؟ الالوان اللي احنا اخترناه. جنن، جميل. الان راح نختار سكشن جديد، وهذا السكشن راح يكون ثلاثي بهذا الشكل. بداية راح نتحكم بارتفاعه. اوكي، لا، ننزل. تمام. ثاني شيء الان راح نختار نحط تكست اديتور بالنص هون. بعد هيك بنكبر هاي، بنيجي بنحذف كل اللي موجود عشان نضيف هون جوجل. بنروح طبعا الشباب اللي شغالين معانا من الاول الان بيعرفوا كيف احنا جبنا الروابط الفيد من اي باي. الان بننسخ هذا الكود نحطه هون، راح تلاقي طبعا الكود شت. اوكي، هون رقم 5، رقم 5 هون اللي هو عدد المنتجات اللي انت بدك تعرضها ورا بعض، كم منتج بدك اياه. الان حسب احنا شكل المنتجات بنقوم احنا بالتحكم فيها. بعد هيك بنروح بنفتح هون هاي اللينكات الفيد الار اس اس اللي كنا احنا سحبناهن. بدنا نختار شيء يكون حلو يظهر امام الناس. ممكن نختار اكسسوارز، نشوف الاكسسوارز كيف راح يطلع. ننسخ هذا الكود من هون، اوكي. بعدين بنروح بين الشرطتين هذول اللي انت شايفهن، وبننسخ هيك، بنسكره، بنعمل له بالنص، بعدين نعمل ابديت. قبل ما نضيف هدول، بعد ما عملنا ابديت الان لازم هون تنزل عندي منتجات اي باي. بدأت المنتجات تنزل. اهلا وسهلا اي باي ومنتجات اي باي. زي ما انتم شايفين هاي منتجات اي باي شباب بدأت تنزل هون. نقدر طبعا احنا نتحكم بالعدد اللي بدنا اياه هون، خليه 3، خليه 4، خليه 5. انا راح اخليه 3 هون عشان ما يكون شكله مش. طبعا هاي الصور وهاي المنتجات بتتغير لحالها من اي باي، بتضل تتغير لانه هاي مرتبطة باي باي مباشرة. زي ما انتم شايفين هاي باي ناو مباشرة. لو انا ضغطت على اي صورة الان راح نشوف، راح تشوفوها معاي. بس خليني اول شيء اختار نشوف باقي اللينكس اللي موجود معانا. اذا في شيء اجمل ممكن نختاره. نشوف الكلوثينج، نشوف هذا الكود. اوكي، نرجع من هون نختاره مرة ثانية، ناخذ من هون، بنضل نسحب فيه لهون. اوكي، راح نشوف كيف الان راح يظهر. اوكي، شوف الملابس كيف تظهر اذا، لانه هاي الواجهة الرئيسية بتهمنا. اوكي، للاسف هاي بعض الصور اللي بتطلع بكون اصلا اصحابها مش حاطين صور، ما بتظهر. فاحنا بنحاول نختار دائما بحذر، بالذات اول صفحة انها تكون كمكر. اوكي، نشوفه هون على الصفحة الرئيسية كيف صار مع بعض، نلقي نظرة عليه. صار عندي الصفحة الرئيسية، هذا هو شكلها. من هون تبدأ هاي الصور، هاي الصور الأقسام، وهاي كلها منتجات من إي باي بتم عرضها بشكل مباشر بشكل دوري في موقعك. هذه كلها منتجات إي باي.
الآن كل اللي ضايل عندنا راح نضيف هون السوشيال ميديا. شباب بتكون الصفحة الرئيسية هيك إن شاء الله انتهت. خلينا نروح هون نضيف سكشن جديد. هذا السكشن اللي راح نضيفه واحد زي ما انتم شايفين، اسف، هون راح نضيف عليه السوشيال ميديا. ننزل تحت هون هون هون، هذه السوشيال ميديا ايكون صارت عندي. هاي السوشيال ميديا عندي الجوجل بلس، وعندي تويتر، وعندي الفيسبوك. طبعا هون احنا بنقدر نعمل كوبي، وبنقدر نعمل اد ايتم، وبنقدر نحذف الايتم اللي بدنا اياه. لو هون بنختار اللي بدنا اياه، الايكون اللي بدنا اياها نختارها، بنحط هون رابط الايكون، وبنقدر نضيف اللي بدنا اياه. احنا راح نختار من هون هذا الفيسبوك. انا بدي اشوف اذا في بنترست هون، سوري، في بعض الامور. بالدرس القادم ان شاء الله بتشوفوا التصميم بشكل افضل من هيك، لانه بكون شغاله انا براحتي، ولكن هذه نظرة عامة عليه. وانا هذا الهيدر والمنيو زي ما انتم شايفين شباب، وهذه الصورة هون، واسم الموقع، وأباوت أس هون، وتحتها الأقسام نزلت. وبعدين هون قمنا بإضافة مجموعة من منتجات إيباي للبيع، هون صارت جاهزة. وبعد هيك ننزل للآخر، وهون صار في عنا السوشيال ميديا برضو موجودة. ظل عنا الفوتور، وعنا باقي الأقسام نشتغلها. أنا راح أشتغل على هاي الصفحة من هون. طبعا شباب أنا فصلت عنكم التسجيل، وقمت بإعادة التصميم، لأنه تعرفوا يعني بتكون أنت تصمم وأنت بتسجل وماسك بالإيد مايك وبإيد بتشتغل، فقمت بتنسيق تصميم إن شاء الله إنه يعجبكم، وراح أورجيكم بعض الأمور اللي أنتم طبعا ممكن تعتمدوا عليها في النهاية تكون سهلة عليكم زي ما أنا عملت، بالذات الناس اللي ما عندها خبرة. الآن هذه الصفحة الرئيسية صارت للموقع شباب. زي ما انتم شايفين انا غيرت التصميم كامل والالوان والامور هاي. حاولوا يعني انت يعني حاول انك تعمل شيء حلو، يعني معلش اتعب فيه شوي، عيد جرب اكثر من مره. طبعا الناس اللي عندها خبره بالتصميم وبالصور وفوتوشوب وهيك بكون اسهل عليهم الموضوع. احنا الناس اللي ما عندنا خبره بموضوع الصور وتجهيز الصور يكون أصعب علينا الموضوع، أنا واحد منكم طبعا، عشان هيك بستصعب شوي الأمر عبين ما أنجزه، لكن إن شاء الله أنها تكون النتيجة عجبتكم. هذا هون طبعا المنيو زي ما أنتم شايفينه صار عندي جاهز بهذا الشكل، وأنا شايفه هيك صار متناسق أكثر. هون بننزل هاي الصفحة الرئيسية، وهنا في فيديو يتم عرضه زي ما أنتم شايفينه. تقدر تحط أنت الفيديو اللي بدك إياه، طبعا أنا سحبته عشان تيست بس يعني، لكن أنت بتقدر تعمل فيديو بتجميع عدة صور ممكن مثلا، ويكون خاص فيك. هنا هذه صفحة الهوم بيج، كتبنا هون المعلومات اللي بتخص الهوم بيج. هنا طبعا ستارت يور شوبينج ناو، انه مجرد ما ضغط هون المفروض يتحول الان على صفحة التسوق، لما نجهزها طبعا راح تكون مرتبطة معاها. بعدين عملنا هون مثلا الاور ستوري، هيك لمحة بسيطة مثلا عن الاباوت اس كتبناها وحطينا صورة مناسبة. بعدين نزلنا تحت شباب هون، وعملنا مركز التسوق الخاص بايباي. زي ما انتم شايفين هاي المنتجات الان اللي بيتم عرضها امامكم، هاي كلها بيتم عرضها بشكل مباشر من ايباي. عدلنا على الخطوط ورتبناها وزبطناها. طبعا شفتوا انتم الطريقة كيف نضيف الكود، بنفس الفكرة، انت بس الموضوع الستايل انك تتحكم فيه. بعدين حطينا قسم ثاني وكتبنا فيه شوية معلومات وبعض الصور رتبناها. هذه الاقسام صارت امامكم جاهزة. في الاخر هون اضفنا قسم خاص بالكونتاكت اس وال الوركينج اورز والى اخره، والخريطه اضفناها وجهزناها. بعد هيك قمنا باضافه السوشيال ميديا تحت. طبعا في امور كثير 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 انت ممكن تعدلها وتعملها وتظبطها. البلجن حلوه كثير مع القوالب، راح اورجيك انا بس الشغله مهمه انه انت ممكن تعتمد عليها كمبتدئ برضو. تنزل الاخر لما تكون بدك من بداية الصفحة، لما تبدأ ببداية الصفحة. طبعا في أمرين أنا راح أورجيك إياهم. الأمر الأول إنه أنت لو رحت على أدفانس هون، ورحت على اخترت وليكن وصلنا عند الهيدر فوق فوق بالضبط، عملنا سلكت هون، وبعد هيك رحنا على أدفانس،
من هون انت لو ضغطت على الايقونه هاي شباب اللي انت شايفها هون اللي هي عند مارجن، لو ضغطت عليها هون بتعطيك الفيو كيف تظهر عندك على التاب وكيف تظهر عندك على الموبايل. هذا شكلها على التاب شباب، كيف الموقع راح يظهر بهذا الشكل. ان شاء الله انه يكون عجبكم يا رب. هذا شكل الموقع من خلال التاب، وهنا راح تشوف كيف شكل الموقع من خلال الموبايل. هذا هو شكل الموقع شباب، متوافق متناسق معه. تقدر انت تتحكم بعدد المنتجات، بالصور، بكل شيء امامك راح يكون سهل واضح. بده فنجان قهوة وتقعد تصمم وتتفنن وتجرب الالوان وتعيد، مش مشكلة مرة مرتين وثلاث. بداية لما تيجي تشتغل من البداية من هون، من اول ما تظهر لك السكشن هذا اللي بيظهر لك، بس احنا طبعا اشتغلنا من هون زي ما انتو عارفين وضغطنا عليه واخترنا من هون اللي بدنا اياه. لكن انت طبعا في هون ايقونة ثانية انت ممكن برضو تستخدمها، هاي بتكون عبارة عن قوالب جاهزة للصفحات، يعني انت ممكن تختار منها. هنا بلوكس، بعض البلوكس اللي ممكن انت تختارهم، في منهم مدفوع وفي منهم مجاني، اللي بتكون طبعا انسيرت مكتوب عليها يعني هذه مجاني، واللي بتكون برو بتكون مدفوعة. انت ممكن تختار المجاني، وفي طبعا كمية كبيرة يعني تختار من هون بتضيفها. زائد انه ممكن تختار صفحة كاملة، تاخذ تصميم صفحة كاملة وتعتمد على هذه الصفحة، وانت بس تقوم ببعض التعديلات. هذه صفحات ممكن تختار اي صفحة بدك اياها تشوفها تتناسق معاك، وتكون طبعا مش برو يعني تكون انسيرت، وتضغط عليها. مجرد ما ضغطت عليها تقدر تنزل الصفحة مباشرة، وهي نفس الصفحة اللي انت بتنزلها بتقدر تبدأ تعدل عليها، وبنفس الطريقة ونفس الافكار اللي حكيناها بكون عندك هون شيء حلو. في كثير امور انت ممكن تكتشفها بنفسك بثيمز وبالبلاجنز، لكن النتيجة بتهمنا انه يتم بالصفحة الرئيسية عرض منتجات اي باي، وبهمنا يكون الكونتاكت اس بطريقة جميلة، وبهمنا السوشيال ميديا تكون موجودة، وبهمنا نبذة هون عن الاور ستوري او الاباوت اس، وهنا شوي عن الهوم بيج. يعني ظبطها بالطريقة اللي بدك اياها. تقدر تعمل وتختار جميع الصفحات وتجهز كل الصفحات شباب اباوت اس. طبعا اترك البلوج راح نشتغل فيها مع بعض لان بدها شغل لحاله، بس باقي الصفحات كاملة اشتغل عليها وجهزها. بظل عنا احنا نشتغل بالفوتر اخر شيء لما نرجع مع بعض زي ما حكينا هون نشتغل فيه، وبظل عنا بنفس الوقت شباب انه نشتغل بالستور، انه كيف نضيف الستور عنا وكيف الناس تدخل على الستور وتصير تتسوق وتصير تشوف. وبعد هيك ندخل على موضوع ادسنس والتسويق والى اخره. يا رب ان شاء الله يكون الموضوع واضح. طبعا انا بعتذر انه في كثير انا قطعت بالفيديو بسبب انه في امور بصراحه بدها تركيز، ما بين تنسيق الوان وما بين تشوف هذه احلى هاي مش احلى، لكن هي بنفس الفكره صدقا، ما في شيء انا خبيته عليكم، نفس اللي انا اشتغلته امامكم اشتغلته لوحدي، ولكن برواق اكثر عشان اقدر اطلع شغله برضو تكون مناسبه وتعجبكم. بشوفكم ان شاء الله على خير شباب باذن الله رب العالمين بالفيديو الجاي، وبنكمل من خلاله زي ما اتفقنا باقي التفاصيل. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.